يسرنا أن نستقبل الشاعر والأديب والمترجم عباس علي مراد ليخبرنا عن رحلته مع الكلم والغربة. أستاذ عباس، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة. من كم شهر وقعت كتابك الجديد صدى على صفحات الزمن؟ شو فيك تحكي لنا عن الكتاب؟ هل هو شعر أم نثر؟ اولا شربل، خليني اوجه لك شكر خاص لتلفزيون الغربي ولموقع الغربي الالكتروني على هالجهود الجباره اللي بيبذلها لنقل الماده الخبريه والماده المفيده والادبيه وعلى كافه المستويات، لانه هذا جهد جبار يحتاج الى جهود جباره، وانا بشكرك على هذه اللي اتاحت لي الفرصه لان يكون هذا اللقاء. صرنا سنتين بنقول لك تفضل. نحن مقصرين بحقك لانه بسبب المشاغل، بتعرف انت الحياه لها مشاغلها. اما بالنسبه الى السؤال، كتاب صدى على صفحات الزمان، فينا نشوفه استاذ؟ طبعا عندك. فينا نشوفه. ايوه، تم توقيعه السنه الماضيه بشهر اب، والحمد لله كان الحضور كمي ونوعي وكانت الحفله ناجحه جدا، ومثل ما بيقولوا الناس اعطت ارائها بالكتاب، كانت اراء جيده جدا. وبالنسبه للشق الثاني من السؤال، اين يقع هذا الكتاب، بالشعر او بالناثر او بغيره؟ انت بتعرف هذه المساله شربل، انه ما بدنا ندخل بهذه النزاعات انه هذا شعر نثري وهذا شعر تفعيلي وهذا شعر عمودي او غيره. الكلمة الحلوة هي أنا بعتبره هو هذا كتاب من الشعر النثري إذا صح التعبير، أو يعني وفي بعض الكتابات أو القصائد على التفعيلي، وهذا يعني كله في نوع من الخليط. ونجاح الكتاب بعتقد لأنه في مادة كانت جيدة جدا، والمتلقي هو اللي بيعكس مرآة الكاتب، فبعتقد أنه نتيجة مثل ما بنقول بالانجليزي الفيدباك اللي حصلت عليه من القراء ومن اللي تاخذوا الكتاب كانت جيده جدا ومشكورين، وعلى لانه في ناس كثير حملوا بالكتاب، وبتشكرك انت شخصيا لانك ساعدت باطلاق حمله هذا الكتاب من خلال مقابله معي خطيه كانت، ومن خلال نشرك للمواد الترويج لاطلاق الكتاب، وبتشكرك كمان اكثر لانك كمان غطيت بعد حفل اطلاق الكتاب. هذا واجبنا نحن كموقع غربه. فيني اطلب منك تقرا شوي من الكتاب، شي تختار شي قطعه؟ طبعا. كون على ظلك هيك. في عنوان عندما صادروا مدينتي، وهي هذه فيني علي صوتك شوي. عندما صادروا مدينتي، هذا عنوان يعني في عندما جاءوا مجموعه الاوبك الى سيدني، ومنعرف انه كيف اقفلوا الشوارع ومنعوا الناس وسكروا المحلات والمقاهي بقلب مدينه سيدني. فانا اعتبرتها مصادره لهذه المدينه، ونحن الهربانين من الحروب والاغلاقات مثل ما انا افتكرت المدينه بالجنوب. لا، مدينه سيدني، لانه يلا كمل نشوف. جاؤونا صادروا مدينتي، مدينه المحبه، مدينه الالوان الزاهيه، مدينه الاعراق المتعدده. عندما جاءوا رأيت الجسر على غير حاله، الخليج من دون مراكبه ضجران، ودار الأوبرا توارت خلف أسوار عتيدة. مدينة اليوم دروب مقفلة، أسلاك شائكة، عوائق إسمنتية، أسكنوها عنوة في قلب مدينتي، ويعتذرون لحجبهم نور الشمس. المقهى غادره رواده، تركوا الرصيف خاليا، ينتظر رحيلهم، إنهم الزوار ثقيلو الظل. مدينة المسالمة اليوم أسيرة، الطيور في حدائقها صامتة، لا تعرف لمن تغني، الأضواء في ساحاتها شاحبة. مدينة التي لا تعرف الإجازة، اليوم في إجازة قصرية، إنه يوم المؤتمر، مؤتمر الإيباك. حلو، يعني منيح.
انت ضد العولمه هذه؟ مش مساله ضد العولمه وغيره، الطريقه اللي عم يفرضوا عليها العولمه على الناس انه نحن بيقولوا انه في ديمقراطيه وفي حريه، فنحن بدنا تكون الامور تاخذ مدى انه اذا كان هالحريه هذه فبنحب انها تمارس كمان من خلال انه ما ياخذوا الاماكن اللي هن بدهم ياخذوها على حساب راحه الناس وعلى راحه حساب اعمالهم وعلى حساب حريتهم. وين فكرك يعملوها بشي حرش؟ اذا هن اقليه ليش بدهم يزعجوا الاكثريه؟ استاذ عباس، هذا اخر كتاب، عم تحضر شيء جديد لل 2017 او بدك تاخذ وقتك؟ انا من النوع اللي بياخذ وقته، وعندي مادي واكثر من مادي لكتابين، بس ما بعتقد انه راح يكونوا بال 2017 ومش راح يكونوا شعر، بعتقد انه راح يكونوا كتب كثير مقالات عندي، هن مجموعه مقالات راح يكونوا خصوصا مخصصه للسياسه الاستراليه، وفي عندي مجموعه مقالات ثقافيه وادبيه كمان يمكن اعملهم بكتيب لحال، وهذا كله بالمستقبل حسب الفراغ وحسب الوقت. انت شاعر وكاتب ومترجم، وين بترتاح اكثر؟ تكون صريح معك، أنا برتاح أكثر شيء بالكتابة، ولكن ليش بنشر كتب الشعر؟ لأنه على المدى البعيد الشعر هو الأبقى يعني، والمادة الكتابية خصوصا السياسية يعني يمكن تنتهي بعد فترة زمنية محدودة من الحدث، وبتصير حاجة للمؤرخين، بينما الشعر يبقى ويدوم، وانت يعني كشاعر تعرف هذا الاحساس، في جمال الشعر، في جمال السياسه، فيها بشاعه، فيها بشاعه، وبالاضافه الى انه مرات في حدث بتقى بوقته بدك تغطيه وبدك تكتب عنه، فمثل ما بيقولوا نحن خلقانين نحن والسياسي، والسياسي بدمنا، ما بنعرف نكون بعيد عن الحدث السياسي، وخصوصا انه بالبلاد لازم نعرف شو عم بيدور فيها حوالينا لحتى ما نكون على الهامش، وهذه كمان اللي خلقنا وربينا بلبنان على هذا الاساس، كمان كبرنا انه نحن سياسي، مثل ما عم قلك شربل انه نحن بدمنا سياسي، وهذا شيء يعني ما فينا على المستوى الشخصي ما فيني اتخلص منه. بدي اسالك سؤال شخصي، عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك. اوكي، هالناس بيقولوا انه الفيسبوك خرب الدنيا، علم الناس يسروا اشعار بعضهم، مقطوعات بعضهم، كلمات بعضهم، وانت عارف باستراليا انه اللي بيسرق جمله بده يدفع 10,000 من دون محكمه. حقوق الناشر. ايه، وعلمهم يسبوا بعض، هو للصداقه، فيسبوك كلنا بنعرف للصداقه. علمهم يسبوا بعض، وعلمهم يمدحوا بعض، في ناس بيمدحوا الاخرين وبيطنبوا لهم يا لطيف. انت شو بتقول؟ ليك بحب شيء لشغله كثير مهمه، انه الفيسبوك مثله مثل اي انتاج علمي وثقافي وغيره. في ناس بيسيء استعماله وفي ناس بيحسن استعماله، فمثلا في عندك مثلا مواد علمية تستعمل لخير البشرية بصناعة الأدوية، بصناعة آلات الطبابة، بصناعة آلات الجراحة وغيرها وغيرها والأدوية، بينما في ناس بيستغلوا نفس العلم لصناعة القنابل وقتل الأطفال وتدمير البلاد وحرق الممتلكات. يعني هذه المسألة نسبية، كل إنسان من أي زاوية بياخذها، اما مساله بيتطفلوا على الناس الاخرين من على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك منها، فهذه مساله اخلاقيه، اذا ما بدك انت توضع حد، الانسان يوضع حد لنفسه، ما في حدا بيوضع له حد، وبعدين الانسان الكلام يعكس مراه قائله مثل ما بيقولوا، فنحن ما بحاجه الا لنعطي مواد اخلاقيه للناس لحتى تتقيد فيها، وكل انسان لازم يعرف حدوده، مثل ما بيقول المثل سبحان من عرف قدره ووقف عنده. مزبوط. حكيت شيء هلا انه الانترنت بعد وقت بيعلم الناس تعمل قنابل، بنلاحظ انه عم بيصير اعمال ارهابيه، يعني بدي اطلع شوي لانك تحكي بالسياسي، بكل العالم، بفرنسا، بمصر، بلبنان، وين ما كان، شو كيف بتحس اذا صار شيء لا سمح الله عمليه ارهابيه مثل اللي صارت من سنه باللينك كافيه؟ لقلك شغلي، الارهاب ارهاب اينما كان وفي كل زمان ومكان، الانسان اللي بتتعرض لاماكن يعني بغض النظر عن الاماكن، سواء كان في اسطنبول او كان بالمغرب او كان بالرياض او كان بيروت، بدنا نحكي عن مدينتك او لحتى ما هو لحتى اوصل لسيدني، لانه الارهاب يستهدف الانسانيه، وهناك ارهاب مثل اللي عم نشوفه بصوره داعش والتنظيمات الارهابيه وغيرها، وهناك في ارهاب منظم، ارهاب دول، يعني نحن بنعرف ان في شعوب شردت من اراضيها من بعض الشعوب. ايوه انا عم نحكي عن ارهاب اللي بيطال هالناس
الابرياء، ما هو نحن عم نقول الابرياء. يعني هلا بكتب لي انه الحادث اللي صار باسطنبول براس بعيد راس السنه كان عم يعتدي على العسكر، هن الناس كانوا عم يحتفلوا بعيد راس السنه وطالهم الارهاب. شو مربحهم؟ مربحهم انه ما هو الارهاب لا هدف له الا تخويف الناس، وعندهم مشكله مع الحضاره ومع التطور ومع التقدم وهلم جار. استاذ عباس انت مسلم، بتقدر هذا بمثل الاسلام هالارهاب؟ لانه بيصرخوا الله اكبر ويعني وبيعملوا الجريمه. بدي اقول لك شغلي شربل، كل ايه من ايات القران تبدا بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا كان الرحمة. هذا الرحمن الرحيم وهاللي عنده هالرحمه هذا عم يبدا كل ايات كتابه المقدس بهذا الايه، فما بالك انه كيف بده يكون هذا الانسان اللي بيجي بيحط انسان مثله خلقه الله وبيحطه مثل كانه عم يذبح شيء او ضعفي، هذا غير مقبول لا بالمبدا الانساني ولا بالمبدا الديني. بس عنده براسه انه بده يروح على الحور العين. طبعا اذا كانت عنده براسه، هذا هون هي المشكله، هي مع بعض التفسيرات الموجوده تاريخيا بالاسلام، وما بدنا نحط ما بيقولون نغطي وجهنا وراء اصبعنا ونقول انه ما في، ما موجوده هذه الثقافه، موجوده وللاسف، ولكن كيفيه التخلص من هذه الثقافه هو السؤال المحوري الاساسي شارب. لانه اذا بدنا نستمر نقول انه ما في عندنا مشكله ونتغاضى عن هذه المشكله بدها تضلها لحقنا المشاكل مثل ما ناك عم تشوف. انا بركز على نقطه انه هي عمليه تجفيف هذه ينابيع هذه الثقافه الارهابيه سواء كانت دينيه او فقهيه او غيرها، لانه ما بعتقد انه الاسلام انه راح يدعو الى هذا العنف الغير مبرر. نحكي سياسي محنك، يا هل ترى بتفكر تترشح على شي منصب سياسي باستراليا؟ فكر او جربت او لاقول لك شغل، الانسان عنده اولويات، وانا اولوياتي هلا انه مثلا اعمل حتى اعيش مثل ما بتعرف، لانه يعني ما فينا نعيش بدون ما نعمل. والعمل الصحفي انت اخبر واعرف بهذا الموضوع ما بيطعمي خبز. فالمساله انه انا بركز على شغلتين، عملي لحد اللي بعتيش منه، وبعدين العمل الكتابي. واذا وجدت انه في فرصه مناسبه او في مجال لاصلاح او دخول معترض سياسي لايجاد فرق، مش انه بس والله لحتى اكون انه اترشح لاصل الى منصب، والمنصب ما هو الهدف، المنصب هو عمليه انه نكون في فرق بالخدمه اللي بدك تقدمها للناس اللي بدهم يتعاونوا معك او بدك تنتخبهم. فبس اوصل لهذه القناعه ما عندي مانع انه يكون مرشح باي على اي يعني مستوى. بتحب. طبعا انا كان الانسان ما عم اقول لك ما عنده طموح، بس بشو بتبتدا؟ بالبلديه او طبعا هو بالتدرج الواحد بده يكون تأثير معروف بده بالتدرج طبعا. انت بالترجم اخذ شهاده بالترجمه هون عباس؟ نعم، حصلت على شهاده بالترجمه من معهد التيف بجرانفيل بالعام 2001، وللاسف ما اشتغلتش فيها على باماكن العمل، ولكن استغليت هذا لحتى يكون عندي فكره لاستخلاص المواد اللي بستعملها اثناء كتابتي. خدتها من التيف مش من ناتي؟ من التيف وعبر ناتي. عبر ناتي؟ yeah. بس لانه هي ناتي اللي بتهتم بالترجمة. طبعا هي مشرفة على الـ على الـ على الـ المترجمين مثل ما بتعرف. بس انا حصلت عليها من خلال تايف، كان كمان ناتي هي المشرفة، وعندما بتخلص بتخضع لامتحان وبتحصل على شهاده من ناتي. اوكي، ليش ما بتترجم اعمال ادبيه؟ في شعراء كثير ما عندنا القدره يترجموا اعمالهم. انا ترجمت اشعار كثير، كتب كثير لكل لغات، بس في غيري ما تمكنوا انهم يترجموا. ليش عباس مراد ما بيمد لنا الايد؟ حتى عباس مراد ما مد ايده لحاله لحتى يترجم له. لا ما ترجمت لحالك كمان؟ لا لا لحالي حتى ما ترجمت. لا غلطان، لاني بعدني بركز على اني على انت لازم تتابع كنزل من هون عربي من هون انجليزي. برجع بقول للشغله كثير مهمه، يعني انه مساله الوقت مسألة كثير مهمة، مثل ما قلت لك شاربي. ما تكتب الإنجليزي مثل كأنك عم تكتب العربي. في أولويات، والأولويات هي يعني هلا بعدين يمكن بس يصير في مجال أكثر ويصير نترحرح مثل ما بنقوله من العمل اللي بنتيش منه، فبنضطر إنه نملي وقتنا بشكليته، ويمكن يصير نعمل إلى ترجمة. لا كمشان أنا أوضح أكثر، هل الكتاب هذا بيفهموه ولادك؟ اولادي وللاسف مثلهم مثل اولاد المغتربين. طيب لو كنت تعملوا نص انجليزي نص عربي يعني ترجموا، بتقدر اولادك ما بيفرحوا فيه؟ طبعا راح يفرحوا، اني يفرحوا انه بيهم صار عامل. يلا هالسنه يخلصوا بالانجليزي. راح نحاول. مش حاول، اولادنا ولادك تيعرفوا بين شو عم بيكتب. هذه غصتنا نحن المغتربين مثل ما بيقولوا بشكل عام، انه نحن نكتب اولادنا ما بيعرفوا بيقروا شو نكتب. بغنى بيحرقوا لك اياهم. لانه صارت.
انت عارف انها صارت باستراليا طبعا ما بيعرف انهم حرقهم عمل باربيكيو ما عارف قيمتهم ما عارف قيمتهم انت من الجنوب من اي ضيعه وهل ترى الضيعه زرتها او بعدك قعد ناطر انا من ضيعه بجنوب مثل ما بيقول مرسيل خليفي باغنيته من جنوبي الجنوب من قريه من بلده عيطرون قضاء بنت جبيل ايوه وانا الي باستراليا بعد يومين بيصير لي بحدود 29 سنه بالضبط بالتمام وبالكمال 48 سنه نحن بس فيني اقول لك انه صرت زاير لبنان اكثر من 10 او 11 مره وخلال 3 سنوات الماضيه كل سنه عم بنزل وعم فكر السنه مين عندك هوني في لسنة 2012 الوالد توفى الله يرحمه ويرحم امواتك وفي عندي الوالد وفي عندي اخوي ثلاثه هونيك والقرايب والاصدقاء يعني لازم تروح تشوفه نعم اقول لك سنويا بخلال الخمس سنوات الماضيه نازل خمس مرات بتروح ترمضان معهم يعني بتعمل رمضان معهم لا بنزل باواخر الصيف لانه بتقل الجو معتدل لا شوب ولا بار بعده فبستغل هذه الفرصة وبعد النهارات مثل ما بيقولوا طويلة لأن أنا بحب النهارات الطويلة طيب كيف لقيت الجنوب لما بتروح بما أنه مرق بحروب وكذا كيف لقيت لقيت لك في شغلة كثير ملفتة للنظر أنه النهضة العمرانية بجنوب والبنى التحتية اللي بجنوب شيء ما بيتصدق مثل ما بيقولوا بالعامية كثير 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 الطرقات والطرقات فيها جوار وهيك لا الطرقات ما فيها جوار وشوارع وكهرباء صحيح انه الكهرباء مثل ما بتعرف انه عندنا بلبنان بكل المناطق بس في عندنا بالبلديات انه ما بتنقطع الكهرباء بتنقطع الكهرباء الدوله بصوره اوتوماتيكيه بيكون المحرك المولدات تبع الكهرباء تبع البلديات البلديه عندنا مؤمنه 24 على 24 يعني ما بتنقطع الكهرباء ما بتنقطع الكهرباء بعيطرون ما بتنقطع في عندنا لا بتقبلوني بعيطرون بلك معقول طبعا معقول ما بتنقطع الكهرباء الكهرباء ما بتنقطع عم اقول لك انه الناس هذا المقصف يعني انه الناس عندها استعداد انها تدفع لحتى تستمر الكهرباء 24 على 24 فما بعرف ليش الدوله تاخرت ومثل ما بتعرف انه المشاكل اللي بيعاني منها قطاع الكهرباء بلبنان ومليارات الدولارات اللي انفقت او سرقت ما بدنا نعرف بالضبط شو نوجه لا سرقت يعني المهم انه على هذا القطاع وبعد هم قدروا انهم يضبطوا خلال هالسنوات وتوالى عليهم يعني من كل الاطراف السياسيه اللبنانيه وكل واحد مثل ما بتعرف اطراف بس كل طرف واحد على المواطن هم متفقين مع بعضهم على المواطن انت من ضمن الحركه الادبيه المهجريه شو رايك بالحركه الادبيه المهجريه باستراليا خصوصا اذا بدنا ناخذ الموقع الجغرافي البعيد في عندنا حركه ادبيه كثير ناشطه وانا بعتز انه نكون بهذا الموقع من الكره الارضيه انه في عندنا هذا النشاط وشعراء مثل امثالك وكثار وكثار يعني انه هلا ما في مجال لحتى نعددهم لانه احسن ما ننسى البعض نحن بنعرف انه في شعراء معروفين على مستوى العالم العربي في شعراء معروفين على مستوى لبنان في شعراء وفي شعراء من كل بيكتبوا شعر نثري في شعراء بيكتبوا القصيده الزجليه في شعراء بيكتبوا القصائد عندنا كل شيء كل شيء موجود يعني والحركه الثقافيه انا بعتقد انه باستراليا بحاجه الى دفعه تكون منظمه اكثر ويكون في لقاءات ثقافيه مدروسه من اجل التنسيق بين المثقفين لتنسيق عملية الانتاج اللي مش ضروري تكون كتب لانه انا بعتقد انه حتى القصيده الجديده او المقال الجديد او اي شيء جديد او الرسم الجديد اللي بينشو اي فنان كل هذه بتكون بتساهم بشكل او باخر بتعزيز الحركه من خلال اللقاءات لحتى يطلع المواطن او المثقفين بين بعضهم يشوفوا شو نتيجاتهم ويقارنوها مع نتيجات الدول العربيه ولبنان بعد هالحكي الحلو شو فينا نسمع باخر الحديث من شعرك شو بدك جديد في عندي قصيده كتبتها من شي 3 اشهر ونشرت بالعدد السنوي من مجله النجوم فاذا بتسمح لي قصيدي تفضل هي بعنوان ينابيع الشوق سوف اسكب لك من شعري قهوه الصباح وأشعل لك حنيني حتى يدخل قلبك مخالفا قوانين منع التدخين ليستريح قلبي الذي أصبح عصيا على التدجين قلبي الذي يتفجر حبه كالبراكين فاطفئي ناره بكبلة من شفتيك حتى يستكين حبك يتخمر في قلبي وقلبي يتخمر في حبك
وحبك خمرة من كبلة شفتيك تتدفق ينابيع الشوق. والشوق ينابيع وأوردتي جداول تلك الينابيع تسري مع خمر حبك إلى بحر حبي. فالنهر حب والبحر حب وأنت حب والحياة عشق والعشق حياة وأنت الحياة وأنت العشق وأنت الشاعر. Thank you. نحن بنشكرك على هاللقاء أستاذ عباس، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أكثر من هيك. أنا اللي بدي أشكرك مجددا شاعرنا الكبير شربل بعيني، وبشكر موقع الغربي اللي أنت مشرف عليه وكل اللي متعاونين معك في إنجاز هذه المهمة الإعلامية والثقافية الكبيرة، واللي يعني ما بتعجز عن القيام فيها فعلا بدون مجاملة مؤسسات وحتى دول. شكرا لك، ممنونك.